إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. يا أستاذ فؤاد، كلمتين وبس كانوا أجمل كلام، كانوا الكلمتين بيأثروا في الناس. النهاردة الناس محتاجة كلام كتير، كلام يغير حاجات كتير، حاجات كتير قوي يا أستاذ فؤاد. راجل منضبط وناجح ومطيع من صغره، وهو تلميذ في ابتدائي كان بيطلع الأول، وهو تلميذ في ثانوي كان بيطلع الأول، وهو تلميذ في الجامعة كان بيجيب امتياز، واللي وراه جايبين جيد جدا أو جيد، عمره ما طلع التاني. مرة واحدة في بنت طلعت معاه الأولى مكررة، ضربها علقة لما فشفش عظمها. الكلام ده هو عنده 10 سنين وهو طفل. باختصار، عمرو بيه طول عمره متفوق، ولا يمكن يتحمل فكرة ان حد يسبقه او يتفوق عليه. طبعا يا استاذ فؤاد، اكيد حضرتك بتقصديش انا. يا جماعة، الاستاذ فؤاد ما يقصديش انا، الاستاذ فؤاد بيتكلم عن واحد تاني يعرفه اسمه عمرو. ده بيقول الاخ عمرو، وده وهو صغير ضرب زميلته لانها تفوقت عليه. انا طبعا لا يمكن اعمل كده خالص. ها، عمل ايه تاني بقى الاخ عمرو ده يا استاذ فؤاد؟ كبر عمرو بيه واشتغل موظف مهم في مكان مهم، وسكن في عمارة جديدة جنب المطار، واتجوز فيها وخلف ولد بعد 3 سنين من الجواز. اصحابه قالوا له: انت خلفت ليه بعد 3 سنين؟ قال لهم: انا عندي نظام، كل شيء في الدنيا ماشي بنظام، وليا نظام. المفروض اخلف بعد 3 سنين اول ولد، واخلف تاني ولد بعد 6 سنين، علشان ادي فرصة للحكومة انها تعمل خطة التنمية وتنجح فيها. الله الله عليك يا اخ عمرو. طب ده عمرو عقل اهو لما كبر يا استاذ فؤاد، وبقى مواطن صالح وبطل يضرب الناس. ها، كانت ايه بقى نظرية عمرو بيه في موضوع الخلفة الكتير؟ الخلفة عمال على بطال كده تبوظ خطة التنمية، يبقى عاملين زي واحد بيملى قربة مقطوعة يملاها من فوق وهي بتشر من تحت. وكان ايه رأي الناس في كلامه يا استاذ؟ الناس قالوا له: عداك العيب يا عمرو بيه. الحقيقة عمرو بيه ده واضح انه لما كبر بقى شخص تاني خالص، عاقل ومنضبط وبيعمل حساب للمستقبل، عامل زي الالمان وماشي بنظام دقيق قوي زي المكنة الالماني. اي حاجة غلط يلاحظها على طول، ولا ينامش الا اذا صلحها. طول عمره كده. المهم ان عمرو بيه سكن في عمارة عالية جنب المطار. العمارة مدخلها رخام في رخام، نظيفة وزي الفل، وفيها بواب نظيف. بعد سنة لاحظ عمرو بيه ان مدخل العمارة ما عادش نظيف. ليه؟ مش بتقول حضرتك ان البواب نظيف؟ ايه اللي حصل؟ لقى عيل بيحبي على السلم، نده البواب وقال له: ايه ده؟ قال له: ده ابني يا بيه، ده ضنايا. قال له: طب في واحد يسيب ضناع السلم علشان يتدعور ولا يتكعور؟ مش تخلي بالك منه؟ قال له: صدقت يا بيه. بعد سنتين البواب خلف 3، 2 توأم وواحد مش توأم، بقى عنده 4 وحصوه في عين الحسود. بعد 6 سنين كان في 7 عيال بيتنططوا على السلالم. 7 عيال؟ طبعا، عشان كده البيه البواب اهمل العمارة، وبقى مدخلها مش نظيف، والرخام بقى زي الزفت. ما هو سيادته مش فاضي للعمارة، هيشتغل ولا يخلف ولا يلحق على عياله. البواب قال له: اعمل ايه يا بيه؟ انا راجل معيل، عندي 7 اولاد، مش ملاحق على اكلهم ولا على نظافتهم، اعمل ايه يا سعادة البيه؟ عمرو بيه قال له: ده غلط يا عم خليل، كده تربيهم ازاي وتوفر لهم تعليم وعلاج ازاي؟ البواب قال له: معاك حق يا بيه، الخلفة الكتير غلط، الواحد ضروري ينظم النسل. عمرو بيه قال له: كويس، ما انت عارف الحكاية اهي، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه بعد كده؟ توعدني بايه؟ اكيد بقى البيه وعده انه هيقطع الخلف. البواب قال له: خلاص يا بيه، انا اوعدك اني ما خلفش كل سنة اكتر من واحد، واذا جه توأم تبقى حاجة تانية بتاعت ربنا بقى، وانت عارف دي حاجة مش بايدي. عمرو بيه ضرب كف على كف. البواب قال له: مش هخلف، وقال له: هخلف. تيجي ازاي دي؟ تمشي ازاي خطة التنمية؟ تفلح ازاي؟ مستحيل يا استاذ فؤاد،
مفيش اي حاجة ممكن تمشي لو فضل الاخ البواب ده واللي زيه يخلفه بالمعدل الفظيع ده. لا خطة هتمشي، ولا صحة، ولا تعليم كويس، ولا وظائف، ولا اكل يكفي الاتنين مليون ونص اللي بنزيدهم كل سنة. لازم يكون في عقل ونفوق بجد مشكلة الخلفة عمال على بطال. بالطريقة دي مش ولاد البواب بس اللي مش هيعرفوا يتعالجوا ولا يتعلموا، ولا مدخل العمارة والرخام بس هو اللي هيبوظ. احنا بالشكل ده مش هنلاقي العمارة نفسها، مش كده؟ ولا نقول كمان كلمتين وبس. فؤاد المهندس، عمرو الليفي، احمد بهجت، محمد الشبه، تامر حسني.